سلام البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. كنتمنى كنت تكونوا مزيان. جيتكم اليوم بفيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم البسبوسه، طريقه تحضير البسبوسه في الدار بمكونات سهلين وبساط. عندنا هذا نص كاس ديال الطحين، جوج كيسان نص سميده، كاس سكر وكاس زيت، دانون بنكهه الفاني، شاصية ديال السكر بنكهة الزهر، وجوج خمارات، نص كاس ديال الحليب بحال هكا، وجوج بيضات. مقادير سهلين وبساط، متوفرين في كاع البيوت. نخليكم مع الفيديو وطريقة التحضير. كنتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخر.